ذكرنا في لقائنا السابق أن العلم يحتاج للإيمان، فنحن نؤمن بانضباط الكون ونؤمن بقدرات عقولنا على فهمه ونؤمن في أحكام عقولنا بخصوص هذا الأمر. دي جوانب إيمانية ليس عليها دليل. احنا النهاردة بنستكمل الخيط ونقول لا، ده العلم مش يحتاج بس لإيمان بعض الجوانب، ده يحتاج إلى الإله. العلم يحتاج إلى الإله، من ثم الملاحدة دول في جو تاني خالص. بدايتنا لتأصيل هذا المفهوم مع الديانات اليونانية القديمة. الديانات اليونانية القديمة كانت ديانات تشبيهية، أسبغت قداسة على قوى الطبيعة، شبهتها ببشر وأسبغت عليها القداسة. ولم يتقدم العلم في اليونان إلا بعد أن نزعت القداسة عن قوى الطبيعة، وده كان بدايته مع طاليس وأناكسيمندر. المصري القديم قدس جوانب الطبيعة أيضا، ولكنه لم يعوق هذا عن تقدم العلم. نيجي نشوف موقف القرآن الكريم من تقديس الطبيعة، موقف في منتهى الجمال والأهمية. بنرى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كيف أنه رفض أن يعتبر أجرام السماء هي آلهة، ونسبها إلى قصورها تأفل وتتلاشى وإلى آخره. يبقى خليل الرحمن إبراهيم رفض أن يعتبر أجرام السماء بمثابة آلهة، نزع القداسة عن موجودات الكون. وفي نفس الوقت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في موقفه عندما انخسف القمر ورفض ادعاء البعض أن القمر قد خسف حزنا على وفاة إبراهيم عليه السلام، ده يعتبر نوع من نزع القداسة عن الطبيعة. لا، الطبيعة دي الشمس والقمر آيتين ينقاد لله عز وجل. الطبيعة بالنسبة للمسلم أدل على الوجود الإلهي، تفتقر القداسة. عشان نقترب من المفهوم نقول حكاية. جابوا فتى من الأدغال وليكن اسمه حور، وأركبوا حور سيارة. ظن حور أن السيارة دي يعني في مقدمتها إله بيجرها. ثم التحق حور بالدراسة ووصل إلى دراسة الهندسة، علم أن مقدم السيارة فيه موتور وفيه دوائر للكهرباء وللماء وللبنزين وللزيت وهكذا. إدراك حور لأن لا، مفيش إله في مقدمة السيارة، ينفي أن هناك مستر فورد الذي اخترع السيارة، ينفي أن هناك سببا أول وراء السيارة. دي قضية بالضبط، وده اللي خلى إسحاق نيوتن عندما توصل إلى قوانين الحركة وقانون الجاذبية لم يقل توصلنا إلى القوانين فلسنا في حاجة إلى إله، ولكن قال لقد أطلعنا الإله اليوم على المزيد من أدلة حكمته وقدرته. سبحانك اللهم. مع ماشي زي لابلاس اللي أقل من تلميذه اللي قال لسنا في حاجة إلى القول بإله، أو لم أجد حاجة، قال لنابليون لم أجد في معادلاتي وقوانيني احتياج إلى القول بوجود إله. أوستن فيرر الفيلسوف البريطاني علق على مقولة لابلاس، قال له إن الإله ليس قوة أو قوانين داخل المعادلات الميكانيكية، لذلك لا يأتي ذكره في علوم الفيزياء والفلك والرياضيات. وأنا بقول طبعا إن الإله يقف وراء هذه المعادلات وراء هذه العلوم.